الصحافي لحضور معنا لهذه النقطة الصحفية للتعليق على نتائج مجلس الوزراء المناقض اليوم الأربعاء التي سنفتتحها هذه اللحظة مع معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 10 من شعبان 1442 هجرية الموافق 24 مارس 2021 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني. وقد درس المجلس وصدق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، يذكر منها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى المركز التكوين والتبادل عن بعد، ويحدد تنظيمها وقواعد سير عملها. بيان يتعلق بأسعار الأدوية للمنشآت الصيدلية الخصوصية، وبيان يتعلق بتنفيذ إجراءات تنشيط قطاع الصيد، وأخيرا بيان يتعلق بالمعرض الدولي دبي إكسبو 2020. وسيتدخل كل من سادة الوزراء كل فيما يعنيه على أن نعود للرد على أسئلتكم بإذن الله. كان لي الشرف اليوم عرض مشروع مرسوم ينشئ مؤسسة جديدة، لو كانت ذات طابع إداري، هي للسفد، المركز للتكوين والتعليم عن بعد اللي موازي لقصر المؤتمرات القديم، ولكن كان تسييره عبر منظمة غير حكومية وإشكاليات ومشاكل العمل والعمال. الحمد لله تحول لمؤسسة حكومية ذات طابع، لا يسمح للدول أن تتمول وتسعى أحسن تعليم. من كان هذا هو المرسوم الأول لهذا المؤسسة الموجودة، ولكن بدك تدخل اليوم لأنها مرتبطة بالتقنيات الجديدة والإعلام والاتصال، اللي تلعب دور في التكوين الموظفين والتعليم عن بعد والشهادات السيرتيفيكاسيون بالمجال المعلوماتية كاملة، لأن لا تخلق تعيش فيها تنشيط بهذه الهيكلة الجديدة، ويسمح ذلك أيضا ممولين تمويلها من طرف الدولة بصفة منتظمة وبصفة قانونية. كان فيه بيان يتعلق بتنفيذ إجراءات تنشيط قطاع الصيد، وبقياب الوزير لأنه عنده مشاكل صحية شوي. المهم في هذا البيان كان نتيجة دراسة المشاكل اليوم اللي تلاحظ قطاع الصيد من ضعف الإنتاج السمكي وضعف الحركة، ولا معروفان الأسباب هذه الوضعية، عاد عنده تأثير على القطاع بصفة عامة وعلى الحركة الاقتصادية في مواليبو، وخلق فيه ورش له أسابيع في مواليبو وناقشت كل المشاكل، لكن يعني عرف الأسباب والسبل اللي تنشط به القطاع ومعرفة الأسباب. وكانت دراسة جيدة وانطلقت منها مجموعة قرارات، عندنا 48 قرار لتنشيط القطاع ولدراسة وفهم مشكلة نهوض نفاد السمك ولا الثروة السمكية، مدرا كانوا شي موسمي، مدرا كان يتعلق ب اقتباس حراري، مدرا كان يتعلق بالتلوث، مدرا كان يتعلق بطبيعة النشاط الصيد التقليدي ولا الصيد الشاطئي ولا الصيد الصناعي. ونتجت عن هذه المشاورات والنقاشات بديت 48 ريكومنداسيون توصية تجسد إن شاء الله في جدول عمل أو بلان داكسيون للمدى القصير والمدى المتوسط. وكان من أهمها حسب شيء هو اقتراحات على استئناف الاستراحة البيولوجية لها تمدد على اقتراحات من رأي كان لها تمدد على الصيد كامل، الله يعود فيه مناطق تنقفل لمدة شهرين ولا ثلاثة تخلي منطقة أخرى هذا نزال فيه، ولكن تحسين أيضا تحسين ظروف تسيير بصفة عامة، تسيير
تسيير القطاع و سبل الصيد فيه، وتأمين البواخر خاصة في الصيد التقليدي، وتطوير يعني مهاراتهم وقدراتهم على التحصيل، وتسهيل لهم الولوج للسهول اللي مصنوعة في نواكشوط مع لي شانتي نافال. إذا مجموعة قرارات لابروت كان هي الأساس في البيان، تقبل بعين الاعتبار الإشكاليات المطروحة في القطاع. طبعا الإشكاليات كل حد من زاويته عنده لها تفسير، ولكن القطاع كان قطاع حيوي الذي السنوات الأخيرة من حيث المنشآت التبريد والاستوكاج التخزين في الوادي واللي قدراته تسأت، من حيث الإنتاجية في السنوات الأخيرة الصيد ساهم بالمنتوج الخام الوطني مساهمة قليلة، غير تودانكو فجأة خلينا انخفاض في الثروة، وذلك يتطلب دراسة ربما أعمق. على كل حال الورش المفتوحة لمتابعة هذا العمل لفهم الأسباب الحقيقية من فضله، ونخلي الوزير إن شاء الله يتابع المرسوم المتعلق بالأدوية. لن نعود بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، الحمد لله رب العالمين. كان لي شرف اليوم اني مقدم قدام مجلس الوزراء بيان حول نظام تسعيرة الأدوية. ترى هون نذكر عن مع مجلس الحكومة 2019 كيف تعرفه، تسعيرة الأدوية لا كانت قريبة من تسعيرة قطاع عمومية، في حد يدخل على صيدلية وين يقول السعر باش يقول له بلد، حيقول له حين نشوف السبيلية الأخرى يدخل في الأخرى اللي بزرها يدخل في الثالثة يعقل يشتري هو منهم. هذا ما هو نظام صالح نهائي، وما هو قاع صالح من قد أنهم يتثالبوا، وخاصة ما هو صالح أنها بضاعة مطروحة في الحل يدير السعر باقي يدير. والحكومة عملت عياك ومن بداية 2020 كي تعود تعرفوا كثيركم والله هر يتوحد ذاك السعر، يتوحد على بعد تشاور مع موردين، وبعد تشاور مع نقابة الصيادلة ومع جمعية الصيادلة ومع سلك الأطباء، وصلنا لتسعيرة هيكلتها مطروحة للهيكل العالمية المعروفة اللي هو السعر اللي مسجل به في المستوى الدولي، والتكاليف اللي طلب النقل والضريبة وذيك الأشياء، وهامش ربحي عقب ذاك الموزع الكبير، وهامش ربحي للصيدليه ومضبوط قضى لي واحد لين واحد. اشتغلت مفتشية على متابعته، تسمع الايام تاع اسبوعات عاد منا انهم قبل الصيدليه ثلاث ايام، واحد 30 يوم، واحد كذا، شاف من الاشياء اللي مغفورين عليه لا الاعلامكم باطل، روايتين اساسيات مثل مطروحات، واحده تسعيره واحده اصل الدواء. اي صيدليه جبار عندها دواء ما يقدو اصل، انا هنا شايفته بطريقه ما هي الله، هي اللي طريق معروفه قانونيا. اي مورد له يشتري دواء يسوس ساكانيك يسوس مورد خصوصي، يلا يجي لوزاره الصحه ويجيب لها اللائحه اللي يشتري، يقول هذا اللي يجيبه يتخرصوا هي ويقول لها منين جايبه، تعطيه لنا شنو قال اوتوريزاسيون ديمبورتاسيون، وعلى اساس ذاك اللي يجيبه يعود عنده رقم ان لو يا كاش يا كم اللي لا خليت في مشكله عندنا نعرف الادويه دونك اعطيني من دواج طرحه في صيدليه، يد واحد يعود جاي عامله وواحد جاي العام، يعني جابوا مشكله في ان لو يلا يعني نعرف الرقم اللي فيه، لكن قبل لا الادويه اللي فيهم خطوره ينقلعوا وخلاوا الاخرين، يعني ما عنده مرجعيه، لان هذا وين قالوا التاصيل لابد الصيدليه تقول شاريت من عند من الفكاتير، ولابد الموزع ينعتن الفكاتير اللي شاريين بها، لان ذاك مزور والله جايب من طريق ما هي يعني. من هذا هو اللي وش قال عليه قرباط موجب التسعيره. اذا تبين توحيد اخذت بعين الاعتبار هذه معايير في قلت لكم من ساعه، وخرصنا فيها هم اللي التجربه اللي شبه المنطقة غير مخرصة اللي فيها معايير توازن بين ناحية الاقتصادية والاجتماعية، غير من ناحية الفاعلين هم اللي ما يعودوا يقدوا يربحوا، ما هم يتابعوا في القطاع، اي ما يتابعوا في القطاع يخلي القطاع فيه، غير من اللي هو ما يلا ثم يربحوا كيف كان يخرج من الربح، هي تجارة مفتوحة، هي تجارة مقاومة في الدول.
بعد سنة من هاي التسعيرة الموحدة اختلنا عدو اليوم بيان قدام الوزراء نقول المحصيلة ونقول المشاكل يلا المزاد خالقة والقطاع هون إن شاء الله ولا يعمل على التوجيهات أعطانا فخامة رئيس الجمهورية أن نشتغلوا بأقصى ما أمكن إلين أكدوا المواطنين الولوج بالأدوية تعود بجود شي صح وبقى للسعر صح، وهذه هي المعادلة الواحدة فيها إن شاء الله. وهون نختار نختم نطلب أولا من فاعلين عنهم يتفهموا هذا كيف دوما نقول لهم نختار ذكرهم كيف يتبينوا في التشاور، نحن في التشاور دائما معهم أن يتفهموا معانا، معانا التشاور ما زال مفتوح. إذا كانوا ماشيين في هذا قالوا البيضان ما يموت العجل ياتي باستاديت، هذه رواية أساسية. قالوا مين نختار مواطني يقوموا بدورهم، نحن نشتغل وركة على آلية تعود تندال على تلفون يعود أي مواطن يكتب له ويقد يعرف سعره مازال أحياء، وبذلك من اللي رقابة المواطن من أهم شيء لإصلاح مهما كان الإصلاح، لما يعود مواطن مراقبه ما هو لي أصلح اختارهم مواطنين يعاونوا في ذلك إن شاء الله. قال بصيبة مسؤولة من كان إن شاء الله بصيبة عامة نطروا هذا القطاع الصحة بصيبة عامة وقطاع الأدوية شورى حالة أفضل تبع عن التوجيهات والالتزامات اللي قبلها فخامة رئيس الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. لقد طرقت لهذا نختار نرجع له بتفصيل من جديد، خاصة اليوم البيان للأدوية. نختار أولا نذكر كيف قلت قبيل شيئا ما عن الطرقوات اللي كانت مستعملة لاستيراد الأدوية متعددة ولا هي مضبوطة، وهذا ورك من موجب البيان اللي قدمناه الأسبوع الماضي اللي قدمناه هون واللي فسرنا لكم حالته واللي هدفه مع الوقت على نوحده توريد إياك نتأكدوا من جودته وإياك ننقصوا من السعر. غير كان إيش كان خالي، كان كل مورد يشتري الأدوية لباقي يشري ويشريها من المصدر الباقي يشريها منه، وبذلك دخلوا شمل الأدوية هون رسميا الناس عامل عليهم وهم قاعد مختبراتهم ما تلاقوا يبيعون في أفريقيا، لأنه نحن عاد يجونا بصفة ما هي طبيعية. إلينا بدأنا نحن العمل برقابة هذه الطرق اللي ملتوية، وجا كوفيد مع ذاك وعاون في ذا العمل به اللي اقفل الحدود، قالوا هاو الودية ما عندهم طريقة طبيعية وخضعها. نحن عندنا آلية متابعة ثاني قالوا لي ستوك معناها مخزونات، وفي الطب المهم المادة كمثال نقولوا مادة أستيل ساليسيليك قال هي كان قالها أسبرين من قالها أسبيجيك من قالها ياس من الأشياء الأخرى، مهم وجود المادة كان هنقال هذا والله ده مهم المادة قال مهم تعود أصلها جيد مؤكد. يعود مريض طاب على دواء معين ذاك الدواء المورد ما تلجايبه به اللي كان يجيبه بطريقة ملتوية ما هو تحت رقابة ولا هو مخلص عنه الشيء وطايح عليه بشيء ما هو خارج ويبيعه هون بالسعر وقدر معين لما تلساوي له لا تجايبه، هو قاعد نوع البدوية. وهذا كمثال كي قلت نعرف الأسامي لا نبقي قولان الأسامي هون به اللي فيه نوع من ترويج البدوية قال خارج شمل الأدوية إلى قضينا عليهم، إلى نحن عدنا صارد لهذا المخازين نعرف ذلك يوميا كل ما يوميا شهريا اللي كل رأس شهر كل مورد وكمك يدخل ذلك النظام المعلوماتي وكلهم يلا يعلن هذا قانونيا عدنا به نص يعلن قانونيا جميع اللي عندهم الأدوية شنو مخزون اللي عنده، والآلية على مستوى إدارة الصيدلة تجمع هذا فر وتقول إن هذا عندكم من الكافي هرتشر
هذا كان عندكم من غير الشهر، وهذا هذا في قلي يقل في اسبوعين، والله هذا في عندكم عام من من من, من حاجتكم. الين قضينا عليه وخرصنا الادويه، للي منهم قال والله في قلي يقل، وعدوا له اجراءات عن طريق كامك، اجراءات مستعجله. طيب خارج منهم شيء قضينا عليه، كيف قلت لكم؟ المواد موجده، طيب موجده موازيه، والله موافق كيفتهم نفس الماده. يا غالي ما هي بنفس الاسم، نيت انا قاعد نقول على الاسم به اللي الاسم امراض مزمنه، فقال لي فيها ان المريض يختار الدواء على الطابع عليه. لين قضينا عليهم الادويه يا سمهم قاع مخابير ما تبيعوه في افريقيا الغربيه. وحدين ما تبيعوه في افريقيا بصفه عامه. وحدين ما ترى تشريهم من عند موردين به اللي ما ترى مردودي تركان. قال انا لاقي بنأكد اليوم. وإذا الحمد لله قلت خرصوه قلت له ودروا حد. انا ما خالق مرض مزمن يسوى مرض السكر، يسوى مرض الضغط، يسوى مرض في القلب، يسوى مرض في الكلى، ما عنده اليوم الادويه اللي بقيتوا فيها كمواد، قال ما هي كاسماء ادويه. وهذا هو عندي من الجوع. مرحبا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. كان لي الشرف أن قدمت اليوم بيانا لمجلس الوزراء حول مشاركة بلادنا في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، وتمت المصادقة عليها. إضافة إلى ما له من أهمية بذاته كمعرض أممي، يكتسي معرض إكسبو دبي 2020 مغزى خاصا بالنسبة لنا، لكونه أول معرض دولي يقام في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما، ولأن من يحتضنه هي دولة الإمارات الشقيقة التي تربطنا بها أقوى الوشائج، كما أنه يأتي في الوقت المناسب بوصفه حدثا عالميا رئيسيا في حقبة ما بعد كوفيد، ويتوقع أن يبلغ عدد زواره 25 مليون. وقد اخترنا أن يكون الراعي الروحي أو الرمزي لمشاركتنا في هذا المعرض هو المواطن محمد دول الصلاحي، ملهم فيلم الموريتاني The Mauritanian للمخرج الشهير كيفين ماكدونالد الاسكتلندي الجنسية. تمتد فترة معرض إكسبو دبي 2020 العالمي من 20 أكتوبر 2021 إلى 1 إبريل 2022، وهو معرض كان مقررا مبدئيا لعام 2020 ولكنه تأجل بسبب كوفيد 19. المعرض العالمي عموما هو حدث في طليعة التظاهرات الدولية الكبرى، دُرج على تنظيمه دوليا منذ عام 1851 منذ المعرض الكبير في لندن، وهدفه هو تقديم حلول التحديات المختلفة التي تواجهها المجتمعات. والمعارض الدولية التي تدوم من 3 إلى 6 أشهر هي فرص اقتصادية وتجارية من المستوى الرفيع، وتحتوي على زخم هائل من الأنشطة المختلفة كالمعارض والمؤتمرات والعروض والاجتماعات الدبلوماسية ولقاءات الأعمال. هذا كله يجعل منها فرصا حقيقية للتنمية ولإقامة الشراكات، ولذا فهي مصب اهتمام الجميع، حكومات وشركات ومجتمع مدني إلى آخره. يدور كل معرض حول موضوع خاص به، ويسعى المعرض من خلاله إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام على التقدم البشري، وهو موضوع هذا العام يركز على الإبداع البشري وعلى التعاون والشراكة بوصفهما من أهم الأدوات الحديثة للدفع نحو التقدم. يتجلى ذلك في شعار المعرض وهو الربط بين العقول وصناعة المستقبل. ينطوي هذا الشعار على العديد من الأبعاد والغايات المتعلقة بالإشكاليات من إشكاليات الربط، تمت ترجمتها في 3 محاور فرعية، وهي أولا الفرصة، وتعني إطلاق العنان من طرف الأفراد والجماعات لإمكانات الكامنة فيهم حتى يصيروا فاعلين في صناعة مستقبل أفضل. ثانيا التنقل، ويعني تعزيز حركة الأشخاص والسلع والأفكار بذكاء أكثر وفاعلية أكبر جسديا وافتراضيا. وأخيرا الاستدامة،
وتعني التحرك والسير في الانسجام مع العالم الذي نعيش فيه واحترامه من أجل ضمان مستقبل مستدام للجميع. ولقد أدرجت مشاركة بلادنا في المحور الثاني الذي هو محور التنقل، وهو الفضاء الذي سيحتضن جناح موريتانيا. أما مشاركتنا فستتمحور حول ثلاثة مفاهيم يتم الترويج لها، وهي زور موريتانيا يعني فيزيت موريتانيا، استثمر في موريتانيا انفست إن موريتانيا، وصنع في موريتانيا اللي هي ميد إن موريتانيا. وقد قدمنا حتى الآن بتحديد المضمون العملي لكل محور على حدة، ووضعنا ملامح الهيكل التنظيمي التي ستتولى الإعداد والتنفيذ، وحددنا مراحل التحرك، وأصدرنا بذلك نشرة يمكنكم الحصول عليها عند المفوضية العامة للمعارض. المهم أننا نعتزم أن يتم في هذا المعرض التعريف بموريتانيا على أوسع نطاق، وسيشمل ذلك الترويج لمقدرات البلد وفرص الاستثمار التي يوفرها، وللمشاريع وأفكار المشاريع وخاصة تلك التي تكتسي طابع الابتكار. كما سنروج للثقافة وأسلوب العيش في موريتانيا والمناظر الطبيعية وكل عناصر الجذب في البلاد أيا كانت وحيث كانت. وسنقدم للجهات الفاعلة في القطاع الخاص ورواد الأعمال منصة يمكنهم من خلالها تسويق منتجاتهم والترويج لمشاريعهم أو أعمالهم والسعي إلى إقامة الشراكات والحصول على التمويل. وسنمكنهم من الوقوف على آخر التجارب والخبرات فيها بكل أنحاء العالم للاستفادة منها والتعرف في نفس الوقت على شركاء الأعمال والممولين المحتملين عبر العالم. بالإضافة إلى الأيام المتخصصة التي يتم فيها الترويج للقطاعات انفراديا، سيكون هناك يوم وطني باسم اليوم الوطني لموريتانيا، تسلط فيه الأضواء على البلد تاريخيا وثقافة واقتصادا إلى آخره. وسيجري تنظيم حفل رسمي في الوصل بلازا في قلب موقع إكسبو دبي 2020 بحضور أعلى السلطات الموريتانية والإماراتية، وتكون فيه كل الأضواء والاهتمامات مصوبة نحونا. باختصار، سيكون مكان القول والعمل متسعا جدا في معرض إكسبو دبي 2020، وعلينا فقط أن نجد اللسان القائل والفعل الصائب. ومن الآن، كما تعلمون، فإن لكل دولة الخيار في رسم شعار مرئي يمثلها في مشاركة في هذه التظاهرة. وسأعرض إليكم شعار الذي اخترناه شعارنا الرسمي في هذه الطلعة، وهي طبعا القيمة الموريتانية، ويعيش تحت جميع الموريتانيين بالألوان الوطنية. شكرا معالي الوزير على المبادرة القيمة في إطار المعرض. من رأيك أن هذا المعرض يعود مفتوح ثم بعد سنة مفتوح إلى فهم بعض الإدارات بما متابعين نفس القطاع في إدارة الصناعة التقليدية اللي طبعا يضع تابع السياحة، كان يمكن الإدارة يعود مفتوح لو في حالة تابعة للإدارة كانوا يعود مفتوح افتتاحها والله لقيتوا شعار من الناس اللي يجلسوا يشاركوا اعطونا فلوس متاخره. شكرا. كيف ما قلت لكم هذا الملف الخاص بهذا المعرض يوجد عند المفوضيه الخاصه
بالمعرض. وطبعا بالرد على سؤالك، فيه برمجة معروضة على مدى 6 أشهر، كل أسبوع فيه موضوع محدد. والقطاعات طبعا اللي تعنيها ذيك النشاطات أو ذيك اللي يتم ده يعود للقطاع الوزاري، المعني هو اللي يحضر طبعا العرض الموريتاني في ذاك الموضوع. وأكيد عن الصناعة التقليدية عندها مكان كبير، وخصصنا لها قاع هذا البروسبكتس. وطبعا يقول اللي لا يعود مطلوب من الصناعة التقليديين اللي لا يسمح لهم عنهم يعودوا يشاركوا ويمثلوا البلد في هذا العرض وفي هذا المعرض. هلا شو مرتين؟ هو كان موجود من روم، كانت طبيعة دافو، كانت طبعا دافو من تبع نظرة في الإزاعات الجديدة اللي تحفظ مع الوزير إيجي تطور هذا المكتب اللي ترى بقدر من الشيطة الجديدة شو ترى سني دافو جديد دريكا هذه دريكا. مع اقتراب كبير شهر رمضان، إلى أين وصلت جهود اللجنة الوزارية المقدمة لتقديم مقام رئيس الجمهورية كعملية الشهري؟ يعني لي؟ الشهر كان أزوجي زوجي ليبيا عبد الحميد الفيلم مع الوزير، هل أثر إضراب المدرسين من 3 سنوات على سير التنظيم الدراسي؟ هل أثر بدي أرد لك السؤال إضراب المدرسين، هل أثر إضراب المدرسين على سير عملية التدريس بأيام السنة الماضية؟ فاضي مينوت، سؤال أخير. شكرا جزيلا. السؤال الاول يتعلق بالسفد، هذا المركز لا فورماسيون اي ليشانج ا ديستانس، هذا مركز قديم من سنة 2004 و 2003 افتتاحه، كان تمويل من البنك الدولي، هو لنشاط تقنيات على ديفلوبمون ديك الساعة دي بروجي دوم سات، وكانت فيه اتصال عبر الأقمار الصناعية ويفتح يعني مجال لقدم اتصالات، وكان مهم جابر تمويل دولي. ودائما الممولين يفرضوا مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وندار تسييره، وطبعا مركز ترابو للدولة وبناءاته للدولة، ولكن تسييره لأنه ينعطى المنظمة غير حكومية، عرفت هذه المنظمة كانت ترأس أرباب العمل. المهم اللي انخفض توقف البنك الدولي عن تمويله،
ما كان منتج ولا كان مربح ولا كانت تنظم قادر على التسيير وبقى عماله مدة زمن ما يجبروا خلاص وكذا. هاي كانت إشكاليات مطروحة لأنه ما هو هيئة رسمية للدولة. على كل حال تقييم من القطاع لأنه قد يفعل ويعود يرجع للدولة. استقالتي في المنظمة الحكومية نزلته للدولة، نزلت يعني صلاحياته دي. إذن يصبح مؤسسة طابع إداري تكون مؤسسات لا تعبها، إذن عندها ميزانية في القانون المالي مسؤولة، عمالها موظفين في النبا المؤسسة، وهي عندها تقدر تلعب دور كبير وعندها قدرات للتكوين عن بعد وتوفير المعلومات الرقمية. وإحنا في مرحلة لا بدخل فيها شيء قالوا التكوين الرقمي، التثقيف الرقمي، ما هو للطلاب والأساتذة ولا الموظفين، هذا يعرفوا كامل يستخدمون برضو نتاع الخارج. اسم المواطنين يطلب تكوين وتثقيف للمشاهد، لأنه تعود هذه أول تجربة فيها. قال عبد ذاك لا يفتح لكل البلديات والمقاطعات بالتعاون مع البلديات، أن كل بلدية تفتح قاعة سيبر للمواطنين اللي يبقوا يتعلمون، يفتح إيميل وكذا. يعني هاي الرقم هذا جاية وكل المواطنين ما هم بس المواطنين، لأن بنيتها هيكلتها هيك إدارية المؤسسة للطاقة الإدارية، لأنه عنده مدير إدارة وإدارات ومجلس إدارة وميزانية خدمات. يعني شهر كريم أخبر في وزارة التجارة، ولكن العملية فات وقدم فيها بيان قدام مجلس الوزراء نفس النشاط اللي تعدل الدولة وتمويلات مهيئة يسوى في طار المساجد والمحاضر وتموين دكاكين أمل، ويعني مرصود لهذاك اللي مقدم فيه بيان اللي أظن له 3 أسابيع، ولكن إن شاء الله شهر كريم نتفقعه إضراب. ما عندي تقييم على الصحافة، وده أكثر تقييم من يعني علاقات مع قطر، علاقات نرحبوا بها كلنا، لأن يعني ما كان لها قاع عن تخريج قطيعة حقيقة. والحمد لله البيت العربي يتم جديد، ونحن كلنا سعداء بتلاقي مع الأخوة القطريين، هذا يكتب ويسجل بخمس رئيس الجمهورية على الإسلام في التلاقي. شكرا جزيلا.